الأمعاء الخاوية، معركة الأسير الفلسطيني ضد الاحتلال الذي يعتبر العائق الأبرز أمام إنجاز صفقة الأسرى من خلال مناوراته لإفشالها. حركة حماس أكدت على لسان عضو مكتبها السياسي حسين بدران أن لديها أوراق قوة لتحرير أسراها من سجون الكيان الصهيوني. لا شك أن العدو الصهيوني يتعنت ولا يريد أن يدخل في مفاوضات جدية، فبالتالي حركة المقاومة الإسلامية حماس حددت موقف يعني واضح بأنها لن تترك أسراها داخل السجون الإسرائيلية. فإذا العدو تخلى عن واجب إعادة جنوده فلا بد من ممارسة الضغط، والحركة تعي وتعرف كيف ستضغط على هذا العدو حتى يستجيب إلى مطالبها بإطلاق سراح أسرانا. المقدسات الفلسطينية هي الأخرى في مرمى الاعتداءات الصهيونية، حيث يسعى الاحتلال لتغيير الواقع في القدس المحتلة وفق سياسة ممنهجة، ضاربا بكل الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط، وهو الأمر الذي دفع بحركة حماس إلى تهديده بمواجهة جديدة. بخصوص القدس والعبث فيها وتغيير معالمها وتهويدها ومحاولات القمع والطرد للفلسطيني منها، لا يمكن للحركة وكتائبها أن توافق على هذا وتسكت وتصمت على هذه الممارسات. قضية الأسرى الفلسطينيين على رأس أولويات الحركة التي تعمل جاهدة من أجل تحريرهم، وقد شددت حماس على أنها ستكون دوما في الميدان للدفاع عنهم وعن المسجد الأقصى المبارك.